كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحديث 13 عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود. عمر يقر حديث دور رضي الله عنه عمر أتعرش طولك تاوينا حجر الأسود أوك كعبا أتقوم لعبور شوال أتعرش طولك تاوينا فقبله بطي أخير سوستولك فقال عمر سألي وخيئة حطوك بوي لا تضر ولا تنفع أحزية سدوي يفايت سبوي خيصة ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سون ديل إيل بسجني عالي يقبلك هون بحتي أخشما قبلتك هون بحتي أخر ما ياترس. رواه البخاري. شرح المفردات: لا تضر ولا تنفع زية سدوي سبوي بذاتك أحي ذات تساندس وخلرت أطول خلال أعطاء زي فايدة باش تهت بوض وإنما النفع بالثواب فايدة موبو مال خلال بوض الذي إفايد بوض يحصل بامتثال أمر الله تعالى في تقبيله الله أن متع خلال بوض تحسن كل شبوع يعني بامر سنة تعوازر كل شبوع مال. ما قبلتك فيه إشارة منه رضي الله عنه تنقع إشارة إشارعون عمر يقر إلى أن هذا أمر تعبدي. إذا أمر تعبدي دويتوست الله عز وجل دي أليس فأمر دي أليس صلى الله عليه وسلم ويدويس أمر تعبدي عبادة وبقس فنفعل ويدويس ده وعن علته لا نسأل سنبع عن هدو هند يخشي بات بوش ويتخوي وإماء تاخذين قاعد إشارون إذا دو إشار سر وإيمان إلى توحيد الحقيقي بقى وشو توحيد أنا بلقى هو يوم تشين قاعد عمري الذي أي توحيد إذا عليه منار العمل عمل شيء تاع له شيء تاع عمل يوم شو توحيد خس. هذا الحديث يبين وحديث بلقى ضاق أهمية الأمر باتباع السنة وآدابها إلشن عليه الصلاة والسلام سنة تعوازر أتو إلشنه آدابشن سنة آدابشن تعوازر كورت خلال. فقد قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود عمر سبتي أخناوتسو عرش طولغن وقد شرع الله سبحانه وتعالى الله تدلنا لعباده شي ليشنا أن يقبلوا سبتي أخنا شرع مشروع دوئس أزاكونينا دوئس لكمال الذل والعبودية قش الله متعخش عبادتش واحد أرجع ومن باب حماية التوحيد توحد لرير الناقة. قال عمر سألي رضي الله عنه حين قبلوا شاس باتي أخنش إني لا أعلم أنك حجر ثم بقى الخيء طول بوي لا تدر ولا تنفع أحزية سدو فايدة سبو غاشي فالضرر والنفع بيد الله عز وجل زي فايدة الله كرع دويس. ثم بين رضي الله عنه صوت عمر بلقل داقه بلغل دينا أن تقبيله إياه وتبات آخر وستولغن تبات آخر لمجرد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلشان تعوى زربا قشي أمتغلر. فقال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت إلشي ينسجني يا دير إلشي ينسجني يا أمبات أخشى أخبر ما يأتي يعني فأنا أقبلك اتباعا لسنة أصغم بات أخو سنة أعوش لا رجاء للنفع رجل فايدني ستوش سياق أو خوف الضرر يا أحد عزيز يدعو الله سبحانه. فوائد الحديث: حديث بيد نشاء الحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلشن تعوى زرقاها سطر واخر دوت حديثا في التقبيل الحجر الأسود عارج طولقان باتي أخرقا وترك الاعتراض على السنن بالعقول أتسنة تعحى دعال أتسنة شن دعال تسوي لردو دعال ويلر ديتردو حيقر ثاني
sonum iş kıyatız, sonum iş kıyatız bu şahaya karsani sünnet şen dua alıyor şu az. Ve anna takbira vel hacer leysa ibadeten lehu. Hız Umar ise, ya Peygamber aleyhissalatı vesselam, bahti akkara az ungana iz ibadet dağıtın. Bel lillahi ta'ala bimtisal emri. Allah nüta hulş bu kız. Şah haqa istaymet, tunga tunga bahti akkara dağıtın zikmiş. Allah eyaq adil, Allah ana nüta hulş deşmiş. كأمري بالسجود الملائكة لآدم الله ملائك شك أمر مودني آدمي نسجد ديا إيش مثلا عبادة تاتيز سادينك تلا الله نمت أخوش دينا تاريز بيان سنن بالقول والفعل إيش تاوز حديثا نقع فايد بو إلشو عليه الصلاة والسلام سنة إلشان سنة بلغل خلال قول تاء فعلا تاء وأن الإمام إمام إذا خشي على أحد من فعله نجا سنة خن حاله على وش الإمامة إذا قيرة تعنا خ تو بيش بوش بوش بلقى خ فساد اعتقاد تعن عقيدة قال يا المقال إذا خي تشولا حا أن يباد إلى بيان الأم تو سيخ ويلا إبوه بلقل باقر عمر السن عمر س إبلقل باقر بعنا طبريس حقدنا شنا علة إنما قال ذلك عمر والله أعلم بوصل عمرس إز ألا ديكو شك الله لأن الناس كانوا حديث أحد بعبادة الأصنام ناخ تشن عبادة تش كل دنيا بعد تشن عبادة تش كل دنيا بعد ناخ الله بوتيجا فخشي عمر أن يظن الجهال عمر قيل جايج ناقنا اشتر موترة أن استلام الحجر أتو أتو جن بتيقر استلام حجر أرجع استلام الحجر كيف حقول شو تجد أبعد يا أخو شنو أو استلام وهو يهود عمر بن قلون داخل شو أبعد يا أخو هو مثل ما كانت العرب تفعل في الجاهلية جاهل جنا جاهل زمان جا عرب وش ليه وش تكسن دق إز ال مهتن قيوش عمر سأل دويس يعني شادين دوش طلهم هرم أو مالي دور أبعد وش يوش تعستوش شنا كيف شو يوش هرم عرب وش ليه وش جاهل شا خلق مدو قال إذا تان سموه تاي دينير عمر فأراد عمر أن يعلم أن استلامه لا يقصد لا يقصد به إلا تعظيم الله تعالى عمر ساشا تنبهت يقرأ خائط الشيء نقش لك قتنا دوتي الله وقور به والوقوف عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلجان أمرنا جرقع شا سوتش خلار إذ ذلك من شعائر الحج حج بلخشا دو إذا التي أمر الله بتعظيمها الله لا رأل سيدي ألا أمر دين دوشك وأن استلامه طلقا بحتي عقر يكوك عقر مخالف لفعل أهل الجاهلية في عبادته عمر ستان بلغل داخل ما عندره شا بحتي عقر أجايجنا بيش بوش وبلغشنا شا عبادتك إذا مخالف دعالو يشغله في عبادتهم الأصنام سوشن سان عبادتك لأنهم كانوا هند أشخلة يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفا شاش الله نجيرك دك أل دك تيش معه ليس أصولك شبايدا مش انزية دعا شاش عبادة يشتوش فنبه عمر سمو يترى على مجانبة هذا الاعتقاد يعقيدة دين يعقيد شخلرة إذا يستخلرة وأنه لا ينبغي أن يعبد أو يعبد تامبوش مدات عبادة إلا ما يملك الضر والنفع زيادة فايد بنسق قوش والشنائب وهو الله تعالى عز وجل إذا الله سبحانه وتعالى لا يشرع مشروع ذاتنا أن يقبل شيء من الكعبة المشرفة أو مشرفة إلا الحجر الأسود فقط فكعبا قوان تعتني ومن بهتيق مشروع ذاتنا بخبوش ذاتنا أتو عرج توق دايبن أما الركن اليماني إذا عنك أول إنسا بچا سوو استرال كوي دادا أخشا هر توق بولشل أوغل يوي توق بولشل أوغل يرا سليدوشي أوغل يوكز سليدوشي آغو أوغل لتنخ الركن اليماني يغون فإنه يستلم فقط تنة كيب لوج دو تنة كيب حق تك أولا أولا и воючил следующее срукна я гена улага кибло чудучу ولا يشرع استلام ولا يشرع استلام غير هذين ركنين من اركان الكعبه ايش ركن يوتو غتس ايش اوغل يوتو كعبن قيچ
qarışqa haça a kük atlar yebat ya qaraa muh bolşla çom bolçu min aq li adam urud zalik ani nabi sallallahu alayhi wasallam da elçe elçen gerdi endot del ان التحسين والتقبيح تعم ذكر يتر تعم هو يتر انما هو من قبل الشرع من قبل الشرع شرع ان غردو شرع ودو دو اش هو لورز وشرع ديك دو اش ديك خيت لا من قبل العقل حق الاغور ده ديك يوقع سو وان كل ما جاء به الشرع شرعت ومالدي ان دوشتهما فهو الحسن المحمود خاست من ديك ديك دوس وسر ذلك محض العبوديه تشنغايون شوقين اذا عباده تن عباده الله وأن العبادات عبادة على ضربين شنك يبردو منها أس عبادة شادو ما فهم معناه شن معنى قيتاق وعلة أس عبادة إلا تقت بريشين عبادة تر بريشين هو يقت ومصلعة شن مصلعة قيت تقدو إذا قيتوا علمنا بالقل داخ مصلعة حكمة تلوتنا أس عبادة شاد صادش إشتو ومنها أس عبادة شادو ما ودع على مجرد التعبد ومثال أمر مجردنا عبادة در وعده الله دال متأخش يهندو عرشت أقول به تهندو أخش الحكمة تهدو وجهدو موش ويتسخرت والحكمة دو زيت الداس على الشريعة الله عرق موخ يلش موخ عليه الصلاة والسلام متأخش سمعنا وطعنا خلاص شق دال يبتل المشروع في الحجر الأسود تاك مشروع ديك ده أس عارش تقول دلنا أن يمسحه بيده اليمنى شئته في قطع قرده ويقبله بطع قرده فإن لم يمكن استلامه نقع سنة نتسقاجع سنة كيك حق بطع قرد وقبل يده فإن لم يمكن نجعس نتسقى جع استلمه وقبل يده سوى كبك حقر دو سوى يعتوش كبك أقع وجه نتسقى جع كبك حقا بات يقع نتسقى جع بوسو كبك أيدي دو سوىش كبك أيدي دو سنج كبك مو أيدي كبك أيدي شيء كبك بات يقعر بو استلم فإن لم يمكن أشار إليه بشيء معه أو بيده يا إذا أتو تعالى مثلا كره تعالى مش قد يكون في العاش يقع دلش وما إنسان إيش إشري يتو مثلا عاش يستعنى قام إيش عاش إشري يتو يش يقع دلش وما إنسان إيش يكون يتو ولا يقبل هو بات يأخر يتو من سفاجة التسليم للشارع في أمور الدين أقو حديش كعبول بايد هو إن التسليم للشارع الله وشارع وشرع تدلش الله المتأخلة في أمور الدين دين بالغشكا وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه إشتا تعوازر ديكش آور تعوازر فيما لم يكشف عن معاني بس الله دالة معن شوين قوش دان دوش دون شمال وهي قاعدة عظيمة يويس يقرا ليونيس في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يلشان تعوازر فيما يفعل دين دوش دون شمال ولو لم نعلم الحكمة فيه وينجع سن حكمة سغأها تنجع فكمال التعبد أن ينقاد الإنسان لله قش ذو العبادة تعون أدم متأخر الله عز وجل سواء عرف السبب تبوس دون بعن تنخئنع والحكمة حكمة خئنع في المشروعية هم تدل لنا حكمة بعن تنخئنع أم لم يعرف يتم سخئنع ستير متأخر مش أدم والله تعالى أعلم